عبد الله القرني الله يحفظك. ونعم عبد الله، ما هي الكلمة التي تقدمها للعريس كتهنئة في حفل زفافه بحكم أنه يغادر عش يغادر عالم العزوبية إلى العش الزوجية؟ نقول بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، وفقها الله ويسر الله دروبة إن شاء الله، وجعل إن شاء الله أيامه إن شاء الله كلها فرح وسرور بإذن الله. أخيرا، ما هي العوائق التي تقف أمام الكثير من الشباب أو التي تحول أمام الكثير من الشباب عن الإقبال إلى الزواج؟ والله سارت الأيام، يعني هذه يعني زي ما أنت عارف الغلا المعيشة يعني هي اللي صعبت الأمور في للشباب، ولا الفرص مهيئة يعني إن شاء الله في الأيام المقبلة بإذن الله يكون خير إن شاء الله للوطن هذا وللمعيشة بصفة عامة. في البداية، ما هي الكلمة التي تقدمها للعريس المحتفى به هذا المساء؟ أول شيء أبارك له وأدعي له بالتوفيق إن شاء الله، واتمنى لك كل خير ان شاء الله، والله يسهل امرنا وامره ان شاء الله. كذلك، ما هي الكلمه التي تنصحه بها، لان عالم الزوجيه يختلف كثيرا عن عالم العزوبيه بحكم انه مقبل على الزواج؟ والله عده امور، لكن اهمها ان يكون قريب من الله في كل اموره، وان شاء الله باذن الله تتوفى بيتسهل امره في كل حال. الله يعطيك العافيه. في البدايه، ما هي الكلمه التي تقدمها لزميلك المحتفى به هذه الليله؟ أقول أنا أسأل الله العلي العظيم رب العرش الكريم أن الله يبارك لهما ويجمعهم في خير ويرزقهم بالذرية الصالحة، إنه على كل شيء قدير، وبالتوفيق في الدارين إن شاء الله. علي، ليش خلينا نلمح ونتكلم شوي بس عن مسألة عزوف الشباب عن الزواج في الآونة الأخيرة، وش أبرز الأسباب بما أنك أحد الشباب؟ ما في أي أسباب نحمد الله، لكن التكاليف المادية والظروف الصعبة، ونسأل الله العلي العظيم أن يرزق المسلمين وأن يوفقهم لما يحب ويرضى إن شاء الله. شكرا. عفوا جزيلا. في البداية، مساء الخير، ما هي الكلمة التي تقدمها كتهنئة لزميلك حسام المحتفى به في هذا اليوم؟ مساء الخير إن شاء الله، نقول له ألف مبروك العريس، وأقباله بإذن الله الذرية الصالحة، وأقبالك أنت إن شاء الله. حسام، ما هي الكلمة التي كذلك تقدمها له كنصيحة قوية بحكم انتقاله من الحياة العزوبية إلى عش الزوجية؟ نقول له الدعاء الماثور والآية القرآنية، اللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير. تعرف عليك في البداية يا عم. أنا الأستاذ عاطف عبد العلي، مدرس، عشت في المنطقة بتاعتكم الجديدة في الليس فترة طويلة من الزمن، أكيد أبناء الطلاب القدامى يعرفوني لما يشوفوني يعني، وأنا جاي مع أحد تلاميذ الدكتور سعد الزبيدي، هم اللي عزموني على الفرح، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفق العريس في زواجه إن شاء الله، ويجعله زواجا مباركا، ويرزقه من البنين والبنات، وكل ما نتمناه له بالصحة والعافية والتوفيق في الدنيا والآخرة إن شاء الله. أخيرا، ما هي النصيحة التي تقدمها له؟ ربما أنت رب أسرة وعشت هذه التجربة، ما هي النصيحة التي تنصح بها العريس لأنه انتقل من الحياة العزوبية إلى عش الزوجية؟ والله شوف، أقول يعني طبعا خذ نصيحة يعني أب، يعني الحياة عايزة مرونة، وعايزة تفاهم، وعايزة ود، وعايزة نوع من يعني التكاتف بالاثنين، لازم لابد ان اي بيت فيه وقت الشدة وفي وقت الرخاء، لابد الاثنين يكونوا متفاهمين لبعض، يشيلوا بعضهم في وقت الشدة ويفرحوا مع بعض في وقت الرخاء، وهذه هي الحياة، اما غير ذلك فما لا يمكن الحياة تستمر يعني. فندعو لهم دائما ان الانسان يشوف صاحبه في وقت الشدة يعني يهون عليه، ووقت الرخاء يحاول يقدم له يعني ما بيده يعني الرخاء، بس هذه أكثر حاجة، والحياة هي كلها كده تمر بالطريقة ده. في البداية، مساء الخير، ما هي الكلمة التي توجهها للعريس المحتفى به في هذه الليلة والذي ينتقل من الحياة العزوبية إلى قفص الزوجية؟ السلام عليكم ورحمة الله. أحب أزف للأستاذ حسام أحلى وأرق تحية بمناسبة زواجه، فأقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وجمعنا الله بينكما في خير. الأستاذ حسام زميل دراسة قديم جدا، وأكن له المحبة، وأقول له شد حيلك وأتمنى لك التوفيق. أستاذ سعد، يعني ربما هي فرصة أن نلتقي
أن نلتقي بالكثير من الأشخاص التربويين. عزوف الشباب عن الزواج في الآونة الأخيرة، ما هي أبرزه، ما هي الأسباب التي أدت إلى ذلك حسب وجهة نظرك القصيرة؟ الجميع متفق على أنه غلاء المهور، غلاء المعيشة هي أحد الأسباب التي جعلت من الشباب يعزفون عن الزواج.